أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزامر عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائما ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا
فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرم حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا
أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن
يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، اللهم صل وسلم على من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. Respected viewers, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. I sincerely pray that everyone is well, and I pray that Allah subhanahu wa ta'ala grants us health, security and aman during these testing and difficult times. Ameen. Bijahi Taha wa Yaseen sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive all of our sins through the barakat, through the blessings of the best of all days, the day of Friday. May the infinite salutations and blessings of Allah descend upon the best of all creations, upon the best of all days, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Just a few points that I want to mention, inshallah ta'ala, as part of our Friday reflections. The first point that I want to mention is that it's about sohbah, really, the importance of companionship in our religion. I do not need to spend too much time to remind our viewers about the importance, about how pivotal good companionship is in our religion. One example will be sufficient. The blessed and respected companions, Ridwanullahi alaykum ajma'in, by consensus, are the best of all people ever to have graced this earth. And quite simply, what is the reason behind this? The reason behind this
is because they had the best possible sohbah in the blessed form of Sayyidunā Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. They benefited from his fuyud, from his barakat, from the infinite mercy that emitted from his blessed body, physically and spiritually. What we sometimes need reminding about sometimes is that sohbah isn't just above the ground. Allah subhanahu wa ta'ala does not ask us to seek the best possible companionship when we are alive. So important is good companionship that our Lord asks you and I to seek good sohbah beneath the ground as well, meaning when we are buried. And that is why you will see that rahmatan lil alamin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam in one beautiful hadith sharif said, adfinu mawtakum wusta qawmin salihin, that always try to ensure that your deceased are buried in the ground amongst the salih, pious people. Why? Because when a pious person goes into the ground, then by nature the rahmah of Allah descends upon that individual. When other people are now buried near that person, that pious person, then they too will benefit from the fuyuz and barakat associated with that good person. Everyone benefits. So sohbah works above the ground, sohbah works beneath the ground as well. This is the precise reason why Sayyidunā Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam also asked you and I to pray for death in al-Madinah al-Munawwara. Our Messenger alayhi salatu wa sallam said, "Man istata'a an yamuta bil-Madinah falyamut biha," that whosoever can die in Madinah Sharif, then subhanAllah, he should try to die in Madinah Sharif. That he should try to be buried as close as possible to me. Why? Because there is no place on earth which is the recipient of more rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala than the beautiful sun and the beautiful turab of Madinah Sharif. When a person, a Muslim, dies in Madinah Sharif, then the rahmah of Allah which we associate with our Messenger, peace be upon him, it also descends upon all of the people of that city. So sohbah is important above the ground, it is important beneath the ground. When you are buried amongst the salih people, then you benefit from that sohbah. And that is precisely why again Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala and Sayyidina Umar radiallahu ta'ala that when they were about to leave this world, they specifically asked to be buried next to rahmatan lil alameen sallallahu alayhi wa sallam. They knew that sohbah is important beneath the ground as well, that we will benefit from the rahmah, from the faiz, from the barakat associated with the people of Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Allama Badruddin Aini rahmatullahi alayhi wrote a wonderful commentary of Sahih al-Bukhari, a brilliant scholar, a brilliant muhaddith and sharah of Sahih al-Bukhari. He wrote that we are encouraged to bury our deceased near the good people. Why? Because then the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala will descend. That when the good people come to pray for the pious men of Allah, then all of the people of the graveyard will benefit as well. So in short, the point that I want to make is that there are excellent benefits of being buried next to pious people. Their graves are continuously recipients of Allah's rahmah. As much as possible, we should try to seek this dream. Why is this important in this current climate, in this very sensitive time that we are living in, during this pandemic, during this fitna of the coronavirus, is that we know very well that when a person passes away owing to the coronavirus, a Muslim passes away, then in the words of Sayyidunā Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, they are martyrs. They are considered from the shuhada'i karam. And we do not need to remind ourselves of the elated, exalted status that Allah subhanahu wa ta'ala has given to the shuhada. These are the great men and women of Allah subhanahu wa ta'ala. They are forgiven by their Lord. One of the meanings of a shaheed, which is the word that we use to describe a martyr, is a witness. And we are told that they are called a shaheed purely because they see their place in Jannah before leaving this world. They actually see what Allah subhanahu wa ta'ala has prepared for them. The shaheeds are very, very special people. And in the words of our Messenger alayhi salatu wa salam, if someone dies in a plague like the coronavirus, then they are also
considered as a shaheed. So now, when we are burying these victims of the coronavirus into our own graveyards, in Leicester, in Dudley, in Manchester, in Glasgow, in London, wherever we are here in the United Kingdom, then because they have such an elated position in Islam, their very presence in the graveyards now is having a beautiful effect on the rest of the inhabitants of that graveyard. It is leading to the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala not just descending upon that shaheed, but on all of the inhabitants. Everyone now is benefiting. The presence of that one shaheed now in our graveyards is now making the whole Qabristan a very unique and special place where the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala is continuously descending. So what this has done, Allahu Akbar, it has purified our Qabristans. Wherever now the shaheeds are buried, these Qabristans, no matter who is buried there, they may be Muslims who perhaps weren't the perfect of Muslims. They might have been Muslims, may Allah subhanahu wa ta'ala protect us all, who were subject to the punishment of Allah. Now the very fact, now we have martyrs, shuhada'i karam, in our graveyard, it is purifying that entire place. It is making it park and tayyib. And this, I think, it is a great means of comfort and tasalli in these difficult times. So in short, sohbah is important above the ground. It is equally important beneath the ground as well. Our graveyards now, they have martyrs, they have shuhada'i karam. And I am sure the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala certainly stipulates this, is that now all of the inhabitants of the graveyard, they will certainly benefit from the existence, from the presence of the shuhada'i karam there. May Allah subhanahu wa ta'ala raise their darajats. The blessed month of Ramadan, inshallah ta'ala, is very close. It is appearing very, very soon. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us all to benefit from the rahmah and the barakat associated with this beautiful period of the Islamic calendar. It is in this month, the blessed month of Ramadan, where alhamdulillah, our worship intensifies, that by nature, that our hearts become attached to the house of Allah subhanahu wa ta'ala. If we are lazy throughout the year, then quite naturally we become attracted to the house of Allah. We frequent the masjid much more to attend the fard prayers, to perform Salatul Taraweeh in the evenings, even to go at Maghrib time to open our iftars. Undoubtedly, owing to the unprecedented circumstances we find ourselves in, many Muslims up and down the country are worried that they will be deprived of this great mercy, this great honor of attending the house of Allah subhanahu wa ta'ala. And owing to that, many Muslims perhaps will be thinking that what will happen to their reward? That does this mean now that because they cannot go to the house of Allah subhanahu wa ta'ala in this blessed month, does that mean in comparison to previous years that their ajr from Allah subhanahu wa ta'ala will be less? That will it affect their reward on the day of Qiyamah? Rest assured, I would like to inform all of our Muslim, and we need to remind ourselves that Allah subhanahu wa ta'ala is the Rahman and Rahim. Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, he is the Rahmatul lil Alameen. Allah will look at our circumstances and he will reward us accordingly. Muslims should know that Allah knows about what situation we are in, and Allah knows the conditions of our hearts, for he is Alimun bizat al-sudur. And certainly Allah subhanahu wa ta'ala will not deprive us of this great reward. What Allah will do is he'll say to the angels that rather than looking at the current predicament, please look at what my servant used to do when the houses of Allah were open. And if he used to frequent the masjid during these normal circumstances, then now owing to these very difficult ones, reward him accordingly. And there are two points that I want to share with you which reinforce that point. The first point is a hadith sharif which Imam Bukhari has reported in his Sahih, in which Sayyiduna Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said that إِذَا مَرَدَ الْعَبْدِ أَوْ سَافَرْ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا. That when a Muslim falls ill or he travels and as a result he cannot perform the amount of worship that he would normally do in normal circumstances,
then Allah subhanahu wa ta'ala will not write the reward according to his current circumstances. Rather, Allah will look at what he used to do when he was well, when he was at home, and he will reward us accordingly. So were it not for the lockdown, Allah subhanahu wa ta'ala says that my servant certainly would be coming to the house of Allah for Salatul Taraweeh. They will be certainly coming for Jama'ah prayers at Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib and Isha. So Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah ta'ala, will reward us accordingly. The second point which reinforces the point that I want to make is that everyone knows that Sayyidunā Usman radiallahu ta'ala anhu is considered as a Badri. Meaning a Badri is a title we give to those respected and honored companions who participated in the Battle of Badr, which took place in the month of Ramadan. There are no suggestions whatsoever in our books that Sayyidunā Usman is not to be described as a Badri. You open up Tariq al-Khulafa by Imam Jalaluddin Suyuti rahmatullahi alayh, and quite clearly he mentioned that فَهُوَ مَعْدُودٌ فِي الْبَدْرِ. He is considered as one of the people of Badr. Yet at the same time, let us remind ourselves that Sayyidunā Usman radiallahu ta'ala an physically did not attend the Battle of Badr. He stayed in Medina Sharif in order to look after his ill wife, Sayyida Ruqayya radiallahu ta'ala anha, who was also the beloved daughter of Rahmatul Lil Alameen sallallahu alayhi wa sallam. But subhanallah, everyone calls him a Badri. The Prophet alayhi salatu wa sallam described him as a Badri. And why was that he is still considered as a Badri? Because Allah and his messenger knew that were it not for his illness, he would have certainly attended the Battle of Badr. To word it differently, Allah subhanahu wa ta'ala looked at his circumstances and rewarded him accordingly. So do not in any way despair of the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, owing to the lockdown, owing to the coronavirus, we will not be able to attend the house of Allah subhanahu wa ta'ala partially or wholly throughout the month of Ramadan. Yet our Lord is a Rahman and Rahim. And certainly we hope that Allah subhanahu wa ta'ala bestows us his great favor during this blessed month. May Allah subhanahu wa ta'ala give us good health. May Allah subhanahu wa ta'ala shower his mercy upon him during these difficult times. Ameen. Wa ma alayna illa al-balaghul mubin. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں محترم حاضرین و ناظرین, میرے پیارے بہنوں, میری پیاری بہنوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, شاہد رضا آپ سے مخاطب ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے, 17 اپریل کی تاریخ ہے. انشاءاللہ اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے زندہ رہے, انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو زندہ ہی رہیں گے, تو اگلے جمعے کو 24 اپریل کی تاریخ ہوگی, اور اس جمعے کو نماز مغرب کے بعد اللہ کی مہربانی سے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوگا. وہ مہینہ جو عظمتوں والا ہے, رحمتوں والا ہے, برکتوں والا ہے, عزتوں والا ہے, اور ہم سب کے لیے بندگی کا مہینہ ہے, دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے, عبادت کا مہینہ ہے, ریاضت کا مہینہ ہے, ڈسپلن کا مہینہ ہے, زندگی کو سنوارنے اور روح کو بالیدہ کرنے کا مہینہ ہے. وہ مہینہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو بعد مغرب شروع ہوگا, اور سٹرڈے 25 اپریل کو انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا. اگر بی بی سی کی اطلاعات درست ہیں تو اس بار رمضان شریف قدر مختلف ہوگا, یعنی رمضان شریف میں ہماری مسجدیں بند ہوں گی, اور ہم ماہ رمضان کی رحمتوں سے, برکتوں سے اپنے گھروں کو ہی آباد کر پائیں گے. تو میرے دوستو, میری یہ گزارش ہے کہ آپ سب لوگ, بھائی, بہن, بزرگ, سب لوگ گھر پر ہی رہ کر رمضان شریف کا استقبال کریں,
رمضان شریف کی رحمتوں سے رمضان شریف کی برکتوں سے مستفیض ہوں، اور رمضان شریف میں گھر کو آپ اتنی رونق دیں، اس قدر محبتیں دیں گھر والوں کو، اور گھر والوں کو اتنا پیار دیں کہ وہ ماہ رمضان کی آمد کو محسوس کر سکیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آنے والا رمضان شریف کا مہینہ ہم سب کے لیے خوشیوں کا پیغام لائے، مبارکبادیوں کا پیغام لائے۔ آپ سب کو آنے والے رمضان شریف کی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے مالک و مولا، اس ماہ رمضان شریف کو ہم سب کے لیے، تمام دنیا انسانیت کے لیے، خصوصاً تمام عاشقان مصطفیٰ کے لیے، تمام وفاداران مصطفیٰ کے لیے عشق و محبت کا مہینہ بنا دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے مالک و مولا، ہم سے جو خطائیں ہو گئی ہیں ان خطاؤں کو، ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم تجھ سے دل کی گہرائیوں سے، گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ اور اے مالک و مولا، اس ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں، اس کی رحمتوں کے صدقے میں، اس کی برکتوں کے صدقے میں، کرونا وائرس سے اور COVID-19 کے عذاب سے ہم سب کو نجات دے دے، ہماری مسجدوں کو کھول دے تاکہ ہم نماز با جماعت تراویح کی بھی پڑھیں، پانچ وقت کی نماز پڑھیں، جمعہ بھی ادا کریں۔ اے مالک و مولا، اس ماہ رمضان میں ہمیں اپنی مسجدوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ مسجدوں کو جو نقصان ہو رہا ہے اس کی تلافی ہو جائے۔ اے مالک و مولا، ہمارے مال میں، ہماری عزت میں، ہماری خوشی میں، اتفاق و اتحاد میں رحمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تاجدار حرم کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں، کوئی حسین عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں۔ اے شفیع اے امم، لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تاجدار حرم دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جا، دم ٹوٹ جائے کہیں
نادان ٹوٹ جائے کہیں کاش تباہ میرے ماہی مبین دفن ہونے کو مل جائے دو غز زمین تم پہ ہر دم کرو رو درود و سلام تاجدار حرم دونوں عالم میں کوئی بھی تم سا نہیں دونوں عالم میں کوئی بھی تم سا نہیں سب حسینوں سے بڑھ کر تم ہی ہو حسین دونوں عالم میں کوئی بھی تم سا نہیں سب حسینوں سے بڑھ کر تم ہی ہو حسین کاسی میں رزق رب العلا ہو تم ہی تم پہ ہر دم کرو رو درود و سلام تاجدار حرم تیری یادوں سے معمور سینہ رہے تیری یادوں سے معمور سینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے تیری یادوں سے معمور سینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی تم پہ ہر دم کرو رو درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دین تم پہ ہر دم کرو رو درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کرو رو درود و سلام